شوف الشيخ شلون بسط لك بالفرق بين الآيات والمخلوقات. كلها مخلوقات، الآيات مخلوقة والمخلوقات آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن بسط لك الآيات في الجملة هي الذي تذهب وتجي تدبر. الشمس تطلع كل آخر ليلة مثل الزجاجة لونها يتورد، فهي من آيات الله. ومن الآيات النبات الذي يخرج ورقة ورقتين وبعدين يكون فيه الزهر ويكون فيه ثمر، فهذه من آيات الله. لكن جعل الآيات من حد الغلبة الذي تذهب وتجي تردد، لأنها مدبرة مسخرة. ودليل أن ما تملك لنفسها شيئا هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، دخل عليه قبيل غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله. قال: فإنها تذهب وتستأذن، تستأذن أنها تواصل المسير، وكأن قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشمس ساجدة طول الوقت لله عز وجل، وفي كل مكان في كل نقطة تستأذن من الله عز وجل، إن أذن لها وسط المسير ولا وقفت. واضح؟ ولذلك في قصة يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام، لما قاد الجيش بعد وفاة موسى عليه السلام فتح بيت المقدس، وبدأت الحرب مع أهل بيت المقدس، كادت الشمس أن تغرب يعني العصر، فقال: يا أيها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة قدرا وأنا مأمور شرعا جهاد، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس ما غابت حتى فصل الله بينه وبين عدوه، ووقع النصر له، وقسم الغنيمة، يعني قبض الغنيمة سلمها، وبين الغال الذي غل شيئا منها، فهي مسخر. فلذلك الله أوقفها جل وعلا. وفي آخر الزمان تطلع الشمس من أين؟ من مغربها، مو زي العادة مثل العادة كل يوم تطلع، لا، اليوم على خلاف العادة تطلع من مغربها، وتظهر للناس سريا، وتمشي في السماء ما شاء الله ثم ترجع، ما تغرب من الشرق، لكن دلالة على قدرة الله جل وعلا على أن الأمر قد اقترب. فالشمس والقمر والليل والنهار آثر على الشمس والقمر، والنجوم كذلك مسخرات، كل هذا هذه آيات. الأشياء الثابتة أمام أنظار الناس والعقلاء هذه في الغالب المخلوقات، والآيات مخلوقات والمخلوقات آيات، فلا منافاة بين هذا، لكن هذا غالبا وهذا غالبا. انظروا كيف، انظروا الاستدلال، كل جملة مقرونة بدليل، وجه الدلالة واضح. وللحديث صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.